بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء الأحباء، نستكمل سلسلة أسباب الإجهاض في الأغنام والماعز والأبقار. النهاردة المحاضرة رقم 7، ونتكلم فيها إن شاء الله عن مرض السلمونيلا. السلمونيلا من الأمراض الخطيرة اللي بتصيب الحيوانات الصغيرة، سواء العجول أو الحملان أو الحيران أو حتى الكلاب والقطط، وكمان بتصيب الإنسان وبتسبب إجهاض في الحيوانات الكبيرة، الأغنام والماعز والأبقار. فهنتكلم على السلمونيلا في صورتين. الصورة الأولى نتكلم على المشكلة في الحيوانات الصغيرة، diseases in young animals، وهنتكلم عنه في الحيوانات الكبيرة وما يسببه من إجهاض. السلمونيلا diseases in young animals و in disease في large animals. السلمونيلا اللي بتصيب الحيوانات الكبيرة من الأغنام والماعز والأبقار، أشهر نوعين اللي هما السلمونيلا دبلن اللي بتصيب الحيوانات الكبيرة، آسف الصغيرة، diseases in young animals، اللي هي السلمونيلا دبلن والسلمونيلا طيفي ميوريام. والسلمونيلا بتصيب الحيوانات الكبيرة، أشهر الأنواع اللي هو السلمونيلا أبورتس اللي هي بتعمل إجهاض أبورشن يعني، واسمها البارا تيفويد أبورشن، بارا تيفويد أبورشن. هنتكلم الأول على السلمونيلا في اليانج أنيمالز. احنا كنا عملنا سلسلة محاضرات عن النزلات المعوية في المواليد حديثة الولادة، سواء كانت عجول أو حملان أو حيران، وقلنا من أشهر الأسباب اللي تعمل نزلات معوية ميكروب الإشريشيا كولاي والسلمونيلا. فالنهاردة بنعيد يعني بسرعة كده السلمونيلا في اليانج أنيمالز، وزي ما قلنا أشهر نوعين موجودين في الحيوانات الصغيرة اللي هي السلمونيلا دبلن والسلمونيلا طيفي ميوريام. إيه الأعراض اللي بتظهر على الحيوان خلينا نشك إن احتمال يكون عنده سلمونيلا؟ السلمونيلا دايما بتبدأ الإصابة بيها من الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث بعد الولادة، وممكن عند عمر شهر. وفترة الحضانة بتاعت الميكروب بتكون من 2 إلى 8 أيام، وبيمر الإصابة بالسلمونيلا بعدة أطوار. ممكن يبقى يجي صورة حادة ودي بتعمل نفوق خلال يوم واحد، ممكن تبقى تحت الحاد، ممكن تكون مزمنة، إصابة مزمنة بالميكروب. فهنتكلم على الصورة اللي هي الصاب كلينيكال، تحت الحاد بيبقى فيه خمول وحمى، استلقاء العجل المصاب، سرعة النبض والتنفس، بيبدأ بالتهاب رئوي والحيوان بيمنع الرضاعة، بيبقى فيه إسهال خفيف. لكن المشكلة الخطيرة الحادة اللي هو اللي بيبقى شاخل الإسهال المعوي الحاد، بيبقى الحرارة بتوصل من 40 لـ41 درجة مئوية. وهنا مميزة أوي، هنا زي ما هنشوف بعد كده، في دكتور بعت لي حالات من مزرعة هنا في السعودية، بيبقى الإسهال لونه أصفر والحيوان بيحزق، بيسموه زحار، وأحيانا ينزل مخاط كتير وأحيانا ينزل في دم. ده اسمه الزحار، اللي هو الشعور بالحاجة للتبرز مع عدم القدرة أو خروج بعض المخاط المخضب بالدم. طبعا الإسهال الشديد ده بيعمل جفاف، وممكن الحيوان يموت يعني خلال يوم أو يومين بالكتير. لكن ممكن الحيوان ايضا، واذا بنفرق بقى بينه وبين الايكولاي وبين المسببات الاخرى اللي نزلت معويه، ان هنا بيبقى في طور تنفسي، يعني يبقى مع الاسهال في نزله شعبيه ونزله معويه في نفس الوقت، بيبقى الحيوان بيكح، وطبعا في انين والم شديد وفي نيزل ديسشارج. وبعدين لو الحاله طولت اكتر بقى ودخلت في الكورونوسيتي، بيبدأ يحصل التهاب في المفاصل،
التهاب في المفاصل خاصة مفصل الركبة والرزق، ودي تخلينا نشك نقارن بينها وبين بين الأمراض الأخرى بتعمل التهاب المفاصل زي المايكوبلازما أو الكوريني بكتيريوم أو كده. فمن ضمن الحاجات اللي تعمل التهاب في المفاصل أيضا السلمونيلا لما بتكون الإصابة مزمنة دخلت في الكورونيك ستيت، دي حالات تشريحية لحالات سلمونيلا. بنشوف هنا في احتقان شديد في الأمعاء الدقيقة، وهنا برضو في بيتيكيا الهيموريج والتهابات في جدار الأمعاء، لما نفتح الأمعاء يعني نلاقي في التهابات. الصورة دي مميزة قوي، وفعلا دكتور بعتها لي من كام يوم، بس دي أنا جايبها من المراجع، لكن بعت لي صورة برضو زيها نوريها لكم دلوقتي، إن تلاقي في بيتيكيا الهيموريج على الجدار الأمعاء من الخارج. الصورة اللي هي رقم A، اللي أنا بكبر عليها الصورة دي، رقم A بيقول لي إن في small intestine والجوجنوم والسيروزا with marked diffuse BTK. ورقم B، رقم B هنا البلادر، شوف البلادر عاملة ازاي لما نفتح المثانة على بيتيكيا الهيموريج، والكبد متضخم، والجلو بلادر الكبد اهو متضخم ومصفر، والجلو بلادر برضو كبيرة، واللنج برضو فيه التهاب في الرئة. دي الحالات اللي هي انا جايبها من الابحاث، لكن هنوريكم دلوقتي حالات جايالي من مزرعة عجول. هنا برضو في احتقان في الرئتين، التهاب احتقان في المنفحة الابوميزم، في بيتيكيا الهيموريج والسرز، والكبد باهت وفي تضخم في الحويصلة الصفراوية. هنوريكم الحالة اللي جات لي من دكتور مشرف على مزرعة من كام يوم. الدكتور حالات نزلات معوية ونفوق في مزرعة للعجول، بيقول لي ان العجول عنده عمرها شهر وعندها ارتفاع في درجة الحرارة، حالات كتيرة درجة الحرارة مرتفعة، وفي اسهال لونه اصفر، وما استجابتش لمعظم المضادات الحيوية، وفي حالات نفوق عالية. فقلت له بعت عينات للمعمل وكده، تم ارسال عينات للمعمل لعزل الميكروب المسبب، وعمل مزرعة حساسية لأفضل مضاد حيوي. النتيجة قالوا له إن ده ميكروب سلمونيلا، وعملوا له اختبار السنسيتيفيتي تيست، طلع أفضل مضاد حيوي اللي هو الفلورفينيكول. الدكتور لما ادى العلاج بالفلورفينيكول الحالات تم الحمد لله النفوق توقف والحالات تحسنت. دي الحالات اللي الدكتور بعتها لي، شوف زي الصورة اللي وريتها لكم، في بيتيكيا الهيموريج على الانتستين اهوت، على السيروزا بتاعت الجوجنوم والإليام، ودي اللنج فيها كونجيشن وفيها احتقان، انه له ريسبيراتوري فورم وفي دايجستيف فورم. دي حالة سلمونيلا تشخيصية مؤكدة معمليا، والحمد لله تم العلاج وكده. نيجي بقى نتكلم على المشكلة في الحيوانات الكبيرة. السلمونيلا في الحيوانات الكبيرة فيها منها نوعين، في نوع انتيريك فورم يعمل برضو نزلات معوية وحرارة عالية، والسلمونيلا هندي مارش، والسلمونيلا طايفي ميوريوم، والسلمونيلا بوفيز، وفي الريبرودكتيف فورم اللي خاص بالتناسلية، ودي تعمل ابورشن، اللي هي السلمونيلا دبلن، والسلمونيلا طايفي ميوريوم، والسلمونيلا مونتو فيديو. طيب نيجي نتكلم بقى على المرض السلمونيلا في الاغنام. ده مرض معدي بيجي والحيوانات الكبيرة، ويعمل نزلات معوية شديدة، وممكن يعمل إجهاض. احنا دلوقتي دي تالت محاضرة نتكلم عنها، ان بتعمل إجهاض مع أعراض أخرى. يعني في محاضرة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا عن الليستيريا اللي بتعمل أعراض عصبية وتعمل أبورش، المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الليبتوسبايرا بتعمل أبورشن وتعمل ريد يورين وريد ميلك، والمحاضرة النهاردة دي يعمل نزلات معوية وتعمل إجهاض في الأبقار وفي الأغنام، اسهال شديد مع حرارة عالية والحيوان يحصل له اجهاض. في بريدسبوزنج فاكتور، ان دايما السلمونيلا بتهاجم الجسم لما مناعته تقل،
لما يحصل فيه اميونو سابريشن، او الدكتور عمل يدي مضادات حيوية كتير عن طريق الفم فبتموت البكتيريا النافعة في الامعاء، فيبدأ السلمونيلا تنشط وتهاجم الجهاز الهضمي، او الحيوان يصاب بكمية كبيرة من السلمونيلا. 3 اسباب دول بنعتبرهم predisposing factor. لكن لو الحيوان مناعته عالية وما بياخدش مضادات حيوية عن طريق الفم كتيرة، فممكن يكون عنده سلمونيلا لكن ما تعملش مرض، يبقى كارير ليها ولكن لا تسبب مرض. الطريقة انتقال المرض، السلمونيلا بتنتقل عن طريق الفم الأورال والكونجكتيفا، ممكن عن طريق الكونجكتيفا اللي هي العين، ممكن عن طريق الريسبيراتوري اللي عن طريق التنفس. مصدر العدوى طبعا لو في حيوان مريض بالسلمونيلا ولوث البراز مثلا، لوث المية فتبقى المية مصدر للتلوث، او المجاري ضربة في المزرعة وبتدخل على المية اللي بيشرب منها الحيوانات اللي هو السيوج، دي يعتبر مصدر مهم جدا للسلمونيلا، تدفق مياه الصرف الصحي ورمي الجيف في المية، الجيف اللي هي الحيوانات الميتة يعني، كل تعتبر مصدر للسلمونيلا. طبعا زي ما احنا عارفين السلمونيلا اللي بتصيب الانسان برضه تعمل تسمم معوي، هنتكلم عن الكلام ده في اخر المحاضرة ان شاء الله. الاعراض السلمونيلا في الحيوانات الكبيرة في الاغنام بتبقى فيه فيفر واوف في اوف فيد، الحيوان بيمنع الاكل، وديبريشن، وفاول سميلينج دايرية، تلاقي ريحة براز كريهة جدا وفيها مخاط وفيها دم وفيها شريدز من الانتستين، وإنتاج اللبن بيقل، ده الأعراض في الكتل. فيفر، أوف فيد، ديبريشن، فاول سميلينج دايري. لسه في دكتور من دمياط بعت لي حالة بقرة بيعالج فيها، بقرة حرارتها 41 وعمال يدي مضادات حيوية ومفيش استجابة، فقلت له تعامل معاها على اساس ان هي سلمونيلا واستخدم الفلورفينيكول من افضل المضادات الحيويه اللي بتاثر على السلمونيلا. الاعراض في الغنم برضو بيبقى فيفر والحيوان ما بيتحركش وفي جفاف وفاول سميلينج دايريه ويحصل ابورشن، وبرضو الابورشن دايما يحصل في الثلث الاخير من الحمل. ازاي نشخص حاله السلمونيلا؟ زي ما قلت لحضراتكم الدكتور اللي كان بعت لي حالات من مزرعه وقلت له ابعت للمعمل، فعملوا عزل للميكروب ايزوليشن اوف ذا اورجانيزم فروم، ناخده من التراين ديستشارج او الفاجينال ميوكس او من اللبن، ونعمل اختبار سيرولوجي بيأكد وجود سلمونيلا. طبعا لو عملنا بي ام للحيوانات النافقه سواء اللي هي المجهضه يبقى الليفر انلارجد والابوميزم انفليمد اللي هي المعده الرابعه فيها التهاب شديد والامعاء فيها التهاب، وبرضو الحيوانات اللي بتموت من السلمونيلا بيبقى دي نفس الاعراض موجوده في الحيوان كبي ام. ديفرنشال دايجنوزس، ازاي نفرق بين وبين الأمراض الأخرى؟ طبعا احنا بقالنا دلوقتي دي 7 محاضرة بنتكلم على الأمراض اللي بتعمل أبورشن. عندنا الكلاميديا، كلاميديوزيس دي عملنا عليها محاضرة، البروسيلا، كامبيلوباكتر، الاستيريا، كيو فيفر، وتوكسوبلازما، دي كلها أمراض بتعمل أبورشن. والتفريق هنا ما بيكونش الا بالمعمل، يعني انا صعب ان انا حاله اجهاض اقول ان دي توكسوبلازما او بروسيلا او كلاميديا الا بالتحليل المعملي، عزل ميكروبي او اليزا او بي سي ار والحاجات اللي احنا عارفينها اتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل. طيب عايزين نعالج بقى حاله سلمونيلا سواء كانت في العجول الصغيره او في الابقار الكبيره او الاغنام، ايه هي الخطوط العامة لعلاج حالة إسهال سببه سلمونيلا أو عمل أبورشن؟
طبعا السالمونيلا جرام نيجاتيف انتي بيوتيك تو تريت اور بريفنت جرام نيجاتيف سيبتيسيميا اند بكتيريميا. النقطه الاولى ان احنا ندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا ونحاول نقلل النمبر اوف كوليفورم بكتيريا في البروكسيمال سمول انتستين والابوميزم. ثالث حاجه انكريز للنون سبيسيفيك ريزيستنس. بروفايد نيوترينتس ذات فاسيليتيت ريبير اوف دامج انتستين. ان احنا ندي تغذيه جيده للحيوان عشان يقاوم المرض، وبندي مسكن للالام وريديوس ستريس نقلل الستريس فاكتور. طب بالنسبه للانتي بايوتكس ايه افضل مضادات حيويه؟ يا ريت حضراتكم نرحب بيكم جميعا، لو حد عنده سؤال ولا حاجه يبدا يجهزه من دلوقتي عشان نجاوب عليه لان قربنا نخلص. يعني في ثلاث خيارات لاستخدام المضادات الحيويه في علاج السالمونيلا. الفيرس تشويس ان انا استخدم الاموكسيسيلين او الامبيسيلين، والجرعه بتاعته 10 مللي جرام لكل كيلو جرام عضلي كل 12 ساعه، او ندي سلفانوميد برضو 25 مللي جرام لكل كيلو جرام انترافينوس او انتراماسكولار كل 24 ساعه، وممكن ندي اورال اموكسيسيلين تراي هيدريت الجرعة بتاعته 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام كل 12 ساعة. ده خط علاجي. في خط تاني بسموه second choice antimicrobials، ان انا استخدم السيفالوسبرين، مجموعة السيفالوسبرين اللي هي تبع بيتا لاكتام دي كويسة جدا برضو third generation او fourth generation زي السيفتي فور والسيفتي كوينوم، ده كويس جدا لعلاج السالمونيلا. حقن عضلي سيفتي فور ده برضو بعالج السالمونيلا. الاختيار الثالث اللي هي مجموعة الفلور كوينيلونز جروب زي الانوروفلوكساسين والماربوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين. طبعا احنا قلنا في بداية المحاضرة الفلور فينيكول جاب نتيجة كويسة جدا، وان كنت دايما استخدمه في مزارع الالبان في مصر لعلاج النزلات المعوية بحرارة في العجول الصغيرة الرضيعة اللي زي النفلور والحاجات دي، فلور فينيكول. لو عايزين نعمل روشتة لعلاج حالة إسهال مع حرارة ندي محاليل رينجر سوليوشن، وندي ايزوتونيك صوديوم بايكارب حاجة للحموضة الدم، وندي مضاد التهاب السرودي ومضاد التهاب غير السرودي زي مثلا ميليكزوكام مع الدكسا، وندي الفلور فينيكول حقن، وممكن ندي فلور فينيكول شراب مع انتينال وكابكت. البريفنشن بتاع المرض طبعا زي كل مرض بنتكلم عنه لازم البايو سيكوريتي، مقاومه الحشرات، الاعلاف تبقى موجوده في مكان نظيف، البيئه نظيفه، نوفر مصدر ميه سليم. كنت بتصل بدكتور في باكستان مشرف على مزرعة أبقار كبيرة، فبقول له يا دكتور أنت عندك سلمونيلا في المزرعة؟ قال لي لا أنا ما عنديش سلمونيلا، لأن أنا مهتم جدا بمصدر المية وبحط معقمات وفي بايو سيكريتي، فالحمد لله ما فيش إصابة سلمونيلا في المزرعة. فمهم أول إن قلنا السلمونيلا دايما تيجي عن طريق المجاري وتيجي عن طريق المية الملوثة اللي بيترمي فيها الجثث الميتة والحاجات دي. Good nutrition وبارازيتك كنترول، يعني تغذية جيدة مع مقاومة طفيليات عشان نخلي مناعة الحيوان عالية، لأن كل مناعة الحيوان ما ضعفت كل ما كانت السلمونيلا تنشط وتقاوم وتدخل وتهاجم الحيوان. طبعا الحيوانات لازم تاخد سرسوب عشان يبقى فيه أنتي بوديز يقاوم برضو ويرفع المناعة. في تحصين موجود للسلمونيلا بس أنا ما شفتوش هنا، لكن هو موجود معمول من اكتر من سترين، معمول من سترين التحصين ده اسمه بوفي فاك. ما اعرفش الدكتور ابو عبد الرحمن معانا يقول لنا اذا كان في السعوديه في تحصين موجود ده يا دكتور ولا لا. البوفي فاك اس ده بيغطي السلمونيلا دبلن والسلمونيلا طيف ميوريام، وبيتاخد للحيوان عند عمر 3 اسابيع، بتاخد جرعتين تحت الجلد بينهم 3 اسابيع. ده الصورة هنوريكم الصورة بتاعته الفاكسين اهوت بوفي بيفلاس، معرفش ده شركة ايه، شركة ام اس دي.
شركة ام اس دي منزلاه، بوفيلاس بوفيفاك. دكتور ابو عبد الرحمن بيقول ينفع ندي فلونوكسين كمضاد التهاب لانه له مفعول كمضاد للسموم ايضا للحمايه كانديتوكس، صح؟ يعني اما ندي هو برضو الفلونوكسين يا دكتور زي الميلوكسوكام، الاثنين كويسين جدا. الفلونوكسين يعني زي الفنادين يعني الحاجه دي، فده يعتبر انتي اندوتوكسيك. الدكتور ابو عبد الرحمن قال موجود اللقاح بالمملكه اللي هو بوفيلاس بوفيفاك اس. زينوتيك امبورتنت، يعني ده سابع مرض نتكلم عنه النهارده. كل الامراض اللي اتكلمنا عنها اللي تعمل ابورشن في الاغنام والماعز والابقار بتنتقل للانسان، والسلمونيلا خطورتها ان لو الناس اكلت لحمه نيه او الحاجات التيك اواي او اكل ملوث بالسلمونيلا او بيض او فراخ ملوثه ممكن تنتقل السلمونيلا وتعمل تسمم غذائي. نسبه التسمم الغذائي في العالم عاليه جدا، اكثر مرض بيعمل وفيات في العالم اللي هو السلمونيلا. طبعا طرق الوقايه بقى في الحيوان المزارع زي ما قلنا مكتوبه بالعربي. والملخص للمحاضره: Many infectious causes of abortion can also infect humans. يعني ده مرض زونوتيك. Abortion rate is excess of 2% is suggestive of infectious cause. لما نلاقي نسبة الإجهاض في المزرعة أكثر من 2% يبقى لازم دي مسبب مرض معدي. All abort due must be isolated immediately. كل الحيوانات المجهضة لابد من عزلها فورا. Aborted material and infected bedding must be removed. كل المشيمة والأجنة الميتة والحاجات دي لازم تزال بسرعة ويتم حرقها أو دفنها في مكان بعيد عن المزرعة. ده كلام يعني للي عايز يبقى المزرعة نظيفة وما يصابش بالحمرة. لو في حد عنده أي سؤال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.